لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. الإسماعيلية على أرضها نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، حيث استضافت قرية 25 يناير التابعة لوزارة الداخلية هؤلاء الشباب على مدار 3 أيام، ومنها انطلقوا يوميا ليتعرفوا على معالم المحافظة ما بين قديم وحديث. لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الواق. أحدث إنجازات الدولة المصرية على أرض محافظة الإسماعيلية أنفاق تحيا مصر التي شهدت إعجازا في زمن التنفيذ وبأيد مصرية، يشاهدها هؤلاء الشباب لأول مرة معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز الكبير. وجاءت الزيارة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس. مبسوطة جدا أول ما عرفت إن السيد الرئيس عملها رحلة وطلعنا، كنت مستنية اليوم ده جدا. شفت الملتقى الأول وسمعت إن في ملتقى تاني، سجلت اسمي ورحت إسماعيلية، وبشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. أول مرة أخش النفق، وبصراحة أنا ما كنتش أعرف عنه حاجات، والميس اللي قعدت تشرح لنا عنه. وأنا فخور ببلدي بسبب الإنجازات اللي اتعملت ديت، وتحيا مصر. شمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفينا مصر. ومن أنفاق تحيا مصر إلى كوبري السلام المعلق، توجه شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لمشاهدة هذا المشروع العملاق الذي يربط ضفتي قناة السويس. احنا أول مرة نشوف الحاجات دي، يعني ما بنشوف، احنا نسمع عنها لكن ما بنشوفهاش، يعني أول مرة نشوفها دلوقتي. أنا فخورة ببلدي وبحب مصر قوي قوي. من فوق كوبري السلام أحب أقول كلمة تحيا مصر. قناة السويس هي الزيارة الأهم التي رآها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، فهي فرصة لكل هؤلاء الذين قرأوا عن قناة السويس في مراحلهم الدراسية المختلفة، تتاح لهم الفرصة لزيارتها والاستمتاع بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة والقديمة، كما التقطوا الصور التذكارية التي تخلد هذه اللحظة وسط عبور السفن العملاقة للقناة. حاجة احنا بنشوفها في الكتب والتاريخ بس. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو خلانا نشوف حاجات كتير جدا حلوة في بلدنا. تحيا مصر، تحيا مصر. لما تشوف افضل حفيل يحمو يبنى اليوم الدين، وليك يا مصر الدنيا لاجل بلدنا. شرفت النهاردة طبعاً إن أنا أقابل أولادنا وبناتنا من المناطق الحضرية الجديدة، وعرفناهم على المركز وطبيعة عمل المركز. شرحنا لهم إزاي إحنا بنعمل برنامج تدريبي للمرشدين، وإيه هي الأجواء اللي إحنا بنعملها في البرنامج عشان نعيش المرشدين في كأنه الأجواء دي حقيقية. تضمن برنامج زيارة متحف آثار الإسماعيلية، والذي يعد أول متحف إقليمي في مصر بعد المتحف المصري، أودعت فيه القطع الأثرية التي اكتشفت وقت حفر قناة السويس. بنشكر سيادة الرئيس اللي احنا جينا مكان زي كده، وان انا عايز اشوف بلدنا قد ايه حلوة وقد ايه بتقدم لنا حاجات ان احنا نتطور اكتر. أرض الإسماعيلية التي كانت مسرحاً لبطولات رجال الشرطة منذ 71 عاماً، يخلد متحف الشرطة بالإسماعيلية بطولاتهم، حيث كان ضمن برنامج زيارة لهؤلاء الشباب الذين شاهدوا صوراً تؤرخ للمعركة والتضحيات. أنا هنا في متحف الشرطة وشفت إزاي الناس كانت بتضحي عشان بلدنا ولحد آخر جندي فيهم، وبجد حاجة تعلمنا الولاء. مبادرة كلنا واحد عرفتني عن الإنجازات والحضارات اللي موجودة في بلدي، وأنا فخورة بمبادرة كلنا واحد. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفينا مصر. إزاي أحصن نفسي من أي حوار لطريق أنا مش عايز أروحه؟
اقروا يا ولاد لان ده امر الهي، اقروا علشان ده اللي هيعلمكم ازاي تتعاملوا مع الدنيا ومع الناس، اقروا علشان محدش يضحك عليكم. ندوات تثقيفية على هامش الملتقى الثاني، في مقدمتها ندوة عن الكوارث الطبيعية ومنها الزلازل، اتاحت لهؤلاء الشباب والطلائع ان يتحاوروا ويتساءلوا. بلدنا العظيمة اللي احنا اتفرجنا عليها في الرحلة اللي احنا روحنا فيها دي مع بعض، كان هدفنا واحنا بنتفرج على الاماكن دي ان احنا نعرف ان البلد دي بتاعتنا احنا، وان الاماكن اللي انتوا شفتوها دي هي بتاعتكم، وان انتوا الوحيدين اللي هتحافظوا عليها، وان انت اما تحلم مش هتحلم عشان تبقى في بلد تانية، انت هتحلم عشان تحافظ على البلد دي. عارفين ان بلدهم عظيمة وام الدنيا، بس ما كانوش قدروا ان هما يشوفوا ده بعينيهم. يعني جميل ان احنا نلففهم على المشاريع القومية اللي موجودة في البلد. انتم مش لوحدكم، انتم ما اتنقلتوش من مكان لمكان فقط علشان نغير شكل حياتكم، لا، علشان نغير شكل حياة مصر كمان معاكم. الوعي بتاعهم والانتماء للوطن زاد، وعرف يعني ايه أهمية قناة السويس بالنسبة له هو كمان شخصيا. على هامش الملتقى أتيحت الفرصة لهؤلاء الشباب والطلائع للإسهام في إعداد الوجبات الغذائية لباقي زملائهم في الملتقى. الملتقى الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة اختتم فعالياته بحفلة ترفيهية ومسابقات رياضية نظمتها وزارة الداخلية. محمد علي، يا عيني عليك يا محمد يا علي، حلوة حلوة حلوة. ويصبح حكم اللقاء في صفارة النهاية بفوز فريق اسكندرية على القاهرة 5-4. ازاي اشجع من غير خناق؟ لازم عندك حاجة مهمة او لازم تتعلمها، ان انا اشجع فرقتي وما اسيقش للفرقة التانية. انا لما بخسر لازم اتقبل الخسارة، بس اعرف انا خسرت ليه وما بقاش متعصب حتى مع زميلي. اللي عايز ينجح بيركز في شغله هو ويركز في اخطائه وما يخلقش اعذار طول الوقت. اللي بيخلق اعذار بتهيأ للمنافس قدامك يرد عليك، بالتالي هو عايز يرد، فروحنا للتعصب اللي احنا جايين بسببه النهاردة. كرة القدم اطلاقا 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 ما فيهاش كلمة تعصب، فيها انتماء، فيها روح، فيها تشجيع. فدي مبادرة عظيمة جدا جدا جدا، ولازم احنا نشتغل على النشأ على السن الصغير ده. شكرا يا ريس، وبنحبك جدا عشان تخلتنا نروح الاماكن دي. ابتسامة جيل جديد من أبناء المناطق الحضارية الجديدة تم بناء قدراته وعقوله مع بناء مساكنه ليحيوا حياة كريمة في جمهورية جديدة. وتسعى وزارة الداخلية إلى الإسهام الفعال في بناء قدراتهم وتعميق روح الانتماء لديهم لوطنهم. وفي نهاية الملتقى تم عمل لوحات شرف للمتميزين رياضيا وتعليميا وثقافيا بالمناطق الحضارية الجديدة ليكونوا قدوة لزملائهم.